السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة بروسوس فيديو دوت القناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي أو أي باستعمال فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة في درس النهاردة هنشرح إزاي تعمل ويب براوزر بسي بلس بلس فيجوال برضه باستخدام فيجوال ستوديو. الموضوع سهل جدا يا جماعة، هو بس يعني مش محتاج حاجة، هي برضه إن إحنا الدوال اللي إحنا هنعملها دالة ال يعني كلها ادوات ودوال احنا بنستخدمها بس في الويب براوزر. يعني الاداه اللي احنا هنستخدمها تبقى اسمها ويب براوزر، فيها كل الدوال اللي احنا عايزينها. يعني الموضوع مش بالصعوبه اللي انت متخيل انك تعمل براوزر بنفسك دي. ماشي، اولا كده انا صممت البتاع يعني ايه ده ذات يور كومبيوت، مالناش دعوه بيها. انا صممتها يعني اختصار للوقت. احنا عملنا كده ايه 6 ازرار، زر بيروح بيرجع ورا وزر بيرجع قدام، طبعا ده في الصفحه، وريفريش ده بيعيد ريفريش الصفحه، والتكست بوكس ده اللي هنكتب جواه الموقع اليو ار بتاعنا، بعد كده ريموف تاب، بعد كده نيو تاب، بعد كده جو. هنحتاج ايه معانا؟ هنحتاج اداه تاب كنترول. هنكتب هنا كده ايه تاب كنترول، هتلاقيه هنا، تشدها وتحطها هنا، خد بالك نحددها كده. لا استنى كده، ادريت نحدد كده التاب كنترول. بعد كده ايه نروح على حاجه اسمها اوتشر او اوتشر، مش عارف بقى انطقها ازاي، اوتشر، وتحدد كله هنا. يعني بمعنى اوتشر دي بتعمل ايه؟ احنا كده بنقول له ان الفورمه بتاعتك لو شدتها بالعرض ناحيه اليمين هتتشد معاك. يعني انت ايه تحددها كده، تحدد كله بحيث انها ايه الفورمه بتاعتك توسع في اي ناحيه، التاب كنترول دي توسع في كل النواحي، خد بالك. طبعا ان بنخلي مكان هنا للازرار بتاعتنا فوق. بعد كده بنروح على في برضو اداه عندها اسمها ويب براوزر، دي ويب براوزر اهي، تشدها وتحطها جوه التاب كنترول بتاعتك، خد بالك، تحطها جوه البيج دي تلقائي جدا، تلقائي هتاخد الملو بتاع التاب بيج بتاعتك، خد بالك. تعالى كده ايه نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مثلا بزر جو مثلا. تعالى كده بس نلغي دي كده، نلغي، نبدا كده بزر جو، خد بالك، نشوف ايه اللي جواه. طبعا انا برمجتها سريعا كده يعني عشان ايه الاختصار للوقت. في التاب كنترول عشان توصل للكنترولز اللي فيها، يعني مثلا ايه التاب كنترول دي مكونه من كذا تاب. التاب دي هي تاب بيج، التاب بيج دي ممكن تحط جواها ايه زي ما انت عايز بقى، تحط جواها ازرار بقى، تحط جواها ويب براوزر زي ما انت عايز. طبعا الحاجات اللي بتضاف دي بتتحط في اري، واخد بالك. الاري دي او الحاجات اللي بتضاف دي بتتحط مثلا ايه، يعني انت ضفت مثلا شديت بوتن وحطيته، ده تلقائي بيتاخد بيتحط في اول في الاري الاولى، واخد بالك. طبعا الاري دي من نوع اوبجكت اللي هو مش متحدد كنوع ايه، هو اي حاجه تحط فيه السلام شغال. فاحنا بناخد البوتون ده فبنحطه هنا، واخد بالك. حطيت مثلا بوتون تاني، البوتون ده بيتحط جوه الاري. طبعا بقى 0 1 2 3 لغايه بقى ايه ما انت توصل لاخر كنترول فيها. نرجع كده للكود بتاعنا. طبعا احنا ضايفين بس الويب براوزر ده في التاب بيج بتاعتنا، ضايفينه بس، هو ده الكنترول الواحد بس بتاعنا. فهو ايه في الكنترولز هيبقى زيرو، النم بتاع رتبته هيبقى زيرو. بنعمل ويب براوزر، بنقول ويب ويب براوزر الكاب اساين دي، نقول ويب بتساوي جي سي نيو ويب براوزر، لان احنا هناخد الويب براوزر من التاب كنترول اللي احنا كده بالطبيعه احنا كده مش هنقدر نتعامل معاها، لان هو لازم نحولها بالكاست الويب براوزر عشان نقدر نتعامل معاها. بعد كده بنقول ويب، بنقول تاب كنترول سيلكت التاب. يعني ايه سيلكت التاب؟ يعني التاب اللي هي مفتوحه دلوقتي، لان احنا هنعمل كذا تاب. فهو ايه سيلكت التاب دي؟ بترجع قيمه التاب اللي هي مفتوحه دلوقتي، اللي احنا انا بتعامل معاها دلوقتي. الكنترولز بتاعتها في اري اسمها كنترولز زيرو، واخد بالك. طبعا بنحولها للكاست. الكاست دي يا جماعه دي بتتعامل مع القيمه، ما بتتعاملش، مالهاش دعوه بالبتاع ده. هي كل هي بتاخد الكنترولز او الحاجه اللي انت بتديها لها دي بتحولها لويب براوزر، بتشوفها الاول ينفع تحول ولا لا. لو ينفع بتحولها، لو ما ينفعش بيجيب لك تحت كده ايه مش هقدر احولها لويب براوزر، لكن هي اصلا ويب براوزر فبيقدر يحولها. بننزل تحت بنقول ايه، خلاص هو كده الويب ده خد كل صفات الكنترول دي، خد هي فين، خد يعني اي حاجه هتحصل في الويب دي هي اصلا هتنعكس على الكنترول ده، خد بالك. بننزل تحت بنقول ايه الويب فيها جواها ده اللي اسمها نافيجيت. نافيجيت دي هي اللي بتفتح الموقع، يعني ايه بتدخل لها اليو ار ال بتاع الموقع بتاعك،
واخد بالك، وهي بتفتحه. يعني مثلا هنكتب في السكه في التكست بوكس بتاعتنا ايه، www.google.com مثلا، هي بتاخدها وبتحطها لك في الويب دي. كده بنقول تاب كنترول سيلكت التاب تكست اللي هو التكست اللي بيظهر هنا ده، ده اللي هو اسمه تاب بيج 1، ده بيساوي الموقع او الرابط اللي احنا كتبناه، اللي هو كتبناه في التكست بوكس بتاعتنا، خد بالك كده. ايه طبعا احنا نسيت اقول لكم ان في كل الازرار، يعني الزر جو ده الاوتشر بتاعه ده بيبقى رايت توب رايت، اللي هو بيوسع فوق، قصدي بيطول فوق بيوسع على الجنب، بيعرض على الجنب اليمين، لكن ملوش دعوه بتحت وعلى الجنب الشمال، ما بيتاثرش بيه. نفس الحكايه في نيو تاب، ونفس الحكايه في ريموف تاب. لكن في التكست بوكس احنا بنقول له في كل حته في البرنامج، يمين شمال فوق تحت، انت توسع معاها زي ما انت عايز. عشان ايه؟ لو انت هتكبر بقى البرنامج بتاعك، لو انت هتكبر الويب براوزر بتاعك. بعد كده ريفريش، واخد بالك، دي برضه بتبقى توب ليفت، هي والزرارين دول. شفنا كده بوتون جو بتاعنا وشرحناه. تعالى كده ايه نشوف الباقي البوتون بتاعتنا، نشوف ايه نيو تاب، ايه اللي موجود بقى في نيو تاب. نيو تاب دي احنا بنقول بنعمل للتاب جديد، للتاب كنترول دي بنضيف فيها حاجه جديده، بنضيف فيها قصدي تاب بيج جديده، خد بالك، فركز معايا دلوقتي. احنا بنعمل تاب بيج مش موجوده دلوقتي في التاب كنترول اللي هو اول سطر ده، احنا بنعمل تاب بيج مش موجوده في التاب كنترول، احنا هنضيفها بعد كده. بنقول تاب بيج الكاب ساين تاب بتساوي جي سي نيو تاب بيج، خد بالك، وبنقول التاب دي التكست بتاعتها نيو تاب، التكست دي اللي هي دي اللي هي التاب بيج 1 دي، طبعا هي بتكون ايه تاب بيج 1 بس احنا بنخليها نيو تاب. بعد كده بنقول ايه تاب كنترول 1 كنترولز، انت لو عايز تضيف كنترول بقى، يعني لو عايز تضيف كنترولز عن طريق الكود، في داله جواها بتقول اد، واخد بالك، وتحط جواها الحاجه اللي انت عايز تضيفها، بوتون بقى، تاب، ويب براوزر، براحتك، واخد بالك. بس الويب براوزر يعني ايه ليها ايه، انت ممكن برضو تضيف الويب براوزر عن طريق الاد هنا، بس انا ما بحبذهاش، لا بنخليها ايه ويب، ليها داله كده بتحط لها خاصه بالتاب بس، واخد بالك. بعد كده ايه بنعمل ويب براوزر جديد، خلاص احنا عملنا التاب بتاعتنا، ناقص ان احنا نحط فيها الويب براوزر بتاعنا، خد بالك. بنقول ويب براوزر كاب اساين ويب بتساوي جي سي نيو ويب براوزر. بعد كده بنقول ويب بيرنت بتساوي التاب. يعني ايه السطر ده؟ معناه اللي احنا بنقول له الاب بتاع، او يعني ايه بمعنى اب، يعني ايه الحاجه اللي بتحت اللي اتحط جواها، يعني الويب اللي الحاجه اللي اتحط جواها، طبعا دي خاصه بالتاب بس، خاصه بالتاب بيج تقريبا. احنا نقول له ايه ويب بيرنت، بتحطها في التاب بتاعتك، التاب اللي هي موجوده في التاب كنترول، واخد بالك. كده بنقول له ويب دوك ستايل فيل، اللي احنا بنقول له ايه خليها ملو التاب بتاعتك كلها، خليها فيل يعني خليها ايه تملى التاب بيج بتاعتك كلها، واخد بالك. طبعا انت ايه ممكن ايه يعني يصعب عليك الفهم شويه، لكن ايه بالتمرس وبال يعني حاول تفتح كده فيجوال ستوديو معايا، وتحاول ايه تكتب الاكواد معايا، واخد بالك، عشان تفهم. نفتح كده الريموت تاب بتاعتنا اهو. التاب كنترول بنقول له ايه، تاب كنترول فيها جواه فيها نيم سبيس او كلاس اسمه تاب بيجز. احنا كده احنا بنقول له ايه اللي احنا هنتحكم، اللي احنا الامر اللي انا هديه لك هيكون في التاب بيجز. التاب بيجز دي جواها امر اسمه ريموف، او داله اسمها ريموف، دي بتمسح تاب بيج انت عاملها، واخد بالك. طبعا هي بتاخد ايه بارامتر من نوع تاب بيج، احنا بنقول له ايه تاب كنترول تاب بيجز ريموف. طبعا في ريموف اد، ريموف اد دي بتاخد الاندكس بتاع التاب بيج. طبعا التاب بيجز دي برضو اري، بنقول له فيها ايه التاب بيجز دي ممكن زيرو او واحد او اتنين او تلاته، فاحنا بنقول له في الريموف اد دي زيرو واحد اتنين تلاته، خد بالك. نفس الحكايه برضو في الكنترولز، بس الكنترولز دي مش هي بتاعت التاب بيج يعني، بس هو نفس الفكره يعني. بنقول له تاب كنترول 1 سيلكت التاب، التاب اللي معمول لها سيلكت احذفها. بس هو ده كان الريموف تاب. بعد كده نروح على ريفريش، خد بالك، برضه بناخد كائن من الويب براوزر عشان نقدر نتعامل معاه. بنقول ويب براوزر كاب اساين ويب بتساوي ويب براوزر بتساوي قصدي الكاستنج، هنحولها بكاستنج تاب كنترول 1 سيلكت تاب، التاب اللي احنا معمول لها سيلكت اول كنترول فيها، واخد بالك. بس هو كده خلاص اول كنترول فيها. بعد كده بنقول له ايه ويب ريفريش، فيها داله اسمها ريفريش، دي بتعمل ريفريش لل
بتعمل ريفريش للصفحة بتاعتنا. اهو كده على دالة الفورورد نفس الحكاية برضه، نفس الكود برضه، احنا بنقدر عشان نقدر نتعامل مع الويب الموجودة دي. واحد يعني ما تفتكرش مثلا ان احنا ايه الويب دي بتاخد بس بتنسخ الخصائص اللي فيها، لا هي بتربطها بيها، يعني ايه مش بت يعني ما تتلخبطش، لا هي مش بتنسخ نفسها فيها، لا هي بتاخد كل صفاتها اللي هي التاب بيج اللي هي كل حاجة فيها بتاخدها، انت فين وفي انهي تاب بيج بتاخدها كده، فاحنا بنقدر نتعامل معاها. هنقول اف لو الويب في دالة جواها بترجع يا اما ترو يا اما فولس. هنقول ويب كان جو فورورد، يعني مثلا ايه لو انت اول مثلا فتح اول صفحه انت فاتحها مثلا، يعني انا اول مثلا ايه شغلت البرنامج بتاعي، شغلت المتصفح، جت على اول صفحه، طبعا ما فيش لا فورورد ولا باك، انت بتفتح اول صفحه بس اللي هي الصفحه مثلا تكتب له www.google.com بيحملك الصفحه، ما فيش حاجه قبليها وما فيش حاجه بعديها. فاحنا ايه لو في حاجه بعديها، لو انت مثلا رجعت باك مثلا بيبقى في حاجه بعديها، لو في حاجه قدامها بترجع كان جو فورورد دي ترو، لو مفيش حاجه بعديها، لو مفيش حاجه بعديها قصدي بترجع فولس. والله لو هي ترو رجعها، هنقول ويب جو فورورد. نفس الحكايه برضو ايه في اللي هي بترجع ورا دي، نقول له ايه لو الويب كان جو باك، لو انت تقدر ترجع ورا ارجع، لو مش تقدر خلاص. في حاجه تانية؟ مفيش حاجه تانية، بس انا ايه احنا مش هنعمله رن من هنا للاسف. يعني هتقول لي ليه؟ لان احنا الرامه عندنا ضعيفه جدا، الرامه ما مش هتتفشخ لا مؤاخذه، يعني من برنامج التصوير وبرنامج ال بتاع ده الفيجوال ستوديو. فاحنا ايه هنفتحها من الديسكتوب بالك، وندور على الملف بتاعك اسمه تيست، ده الملف اللي انا حاطط فيه كل حاجه بتاعتي، جيم بروجكت 11، بروجكت 11 اهو، بروجكت 11 ديباج. لا ايه ده ديباج في مش دي ايه تقريبا بروجكت 10، مش دي، ده ديباج بتاع دي بروجكت 11 ديباج. نفتح كده البرنامج بتاعنا، ادي المتصفح بتاعنا، لو هنكبر كده كل حاجه كبرت معانا. بس هنكتب ايه هنا؟ www.google.com www.google.com. طبعا انت ممكن ايه تعملها بالكي بريسنج ان احنا شرحناها قبل كده، اللي انت ايه اول ما تدوس انتر يحصل حدث معين. نقول جو، استنى كده شويه، زي ما انت شفنا بقى فتح لنا الصفحه بتاعتنا اهي، تقدر انت بقى تتعامل معاها كصفحه اي صفحه عاديه عادي، خد بالك. ولو مثلا نقول مثلا ايه يوتيوب، فتحها لنا اهو يوتيوب، نفتح كده انا حاسس ان انا بتعامل مع انترنت اكسبلورر الصراحه، لان هو اصلا بتاع ده مش احترافي يعني كمان، يعني نكتب كده ايه اسم القناة بتاعتنا. طبعا هو الحلقة خلصت خلاص، يعني انت لو عايز تخرج خلاص براحتك تجرب، بس انا ايه يعني بحاول ايه اخليك ايه تشوف اكتر. يعني طبعا بتاع يعني المؤاخذة يا جماعة بتاع مفشوخ الرامة، وكمان في برامج انا مشغلها في الخلفية بروف سوفت. بس كده دي القناة بتاعتنا يا جماعة، ما تنسوش تشتركوا طبعا فيها. يعني لو عايز ترجع ولا كده تعال نجرب ايه، نعمل ريفريش، ريفريش استنى كده شوية، عايز على ريفريش مرتين بس كده، عملها ريفريش يا راجل. عملها ريفريش، الحاجات اتغيرت اهي. ماشي تعال كده ايه نرجع ورا، رجعنا ورا كده، هرجع لنا اليوتيوب، او رجع لنا اليوتيوب.
لو دوسنا برضو جو فورو ده هيرجع هيرجع لنا صفحة اللي هي بروف سوفت دي. ارجع كده ورجع معانا نقفل كده بقى. اه صح، نزلنا نجرب نيو تاب. استنى بس ايه، عشان هو البتاع بطيء اساسا. ايه نيو تاب، بيفتح لنا تاب اهو جديدة هناك اهي. فلو مثلا ايه هنكتب فيها ايه، فيسبوك www.facebook.com جو طبعا. ايه هو يوتيوب اساسا موقع تقيل لان هو مليان كواد HTML، وفيسبوك كمان تقيل، فاحنا ايه ممكن يكون النت عندها بطيء شوية. فتح لنا اهو الفيسبوك طبعا. ايه هناك برضو ايه يوتيوب فيسبوك. طبعا هو في دوال كتير، يعني انت مثلا ايه في احداث كتير مثلا تحصل. يعني مثلا ايه اول ما الدوكيمنت ده مثلا ايه، يعني احنا مثلا لو انت هتلاحظ هنا احنا فتحنا يوتيوب، بس ايه التكست اللي فوق ده ما اتغيرش اللي هو www.google.com. طبعا ده ما ينفعش. في دوال كتير بقى بتعمل ايه، اول ما الدوكيمنت ده بيتحمل بتغير التكست ده لكده. طبعا الحاجات دي موجوده على النت، فانا ايه اختصار لوقت الحلقه مش هعرض الحاجات دي للاسف، معلش يا جماعه. بس حاجات واضحه على النت. انت بس اي ممكن انت ما تلاقيش بالسي بلس بلس، هتلاقيها بالسي شارب. هي نفس الفكره يعني، نفس الدوال ونفس الفكره. اه بس ايه هتلاقيها بالسي شارب، يعني مش هتختلف كتير في الكود. يعني انت مثلا ايه هتلاقي الدوت مثلا دي بتاعت السي شارب، هتلاقيها هنا بوينتر اللي هي السهم اللي هو الحاجه دي. بس هي دي الاختلافات البسيطه بس اللي انت هتغيرها في الكود بتاعك. انا برضو تقدر تتعامل مثلا لو انا ايه قفلت عملنا ريموف تاب، قفل لنا التاب بتاعت الفيسبوك، نقفل كده. بس ده كان درس النهارده يا جماعه. اركم يكون الدرس نال اعجابكم. لو عجب الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك. ولا ما عجبكش ليه؟ نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.